أهلا بكم إلى أهم أخبار المغرب. البداية بالتنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا الذي مكن من تفكيك شبكة متورطة في التحضير لتنفيذ مخططين إرهابيين وتمويل نشاط عناصر تنظيم داعش. تجاوزت المداخيل الضريبية عند متم نوفمبر المصرم 235 مليار درهم، محققة معدل إنجاز بلغ نحو 92% وفق وزارة الاقتصاد والمالية. أكدت جماعة طنجة أن التلون المفاجئ لمياه شاطئ مرقالة سببه تسرب مادة حمراء اللون من معمل النساج، وتم إلزام الشركة المعنية بالإيقاف الفوري للتسرب وإصلاح الأضرار الناجمة عنه. كشفت دراسة حديثة أجرتها هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن زلزال الحوض وقع على 25 كيلومتراً تقريباً تحت سطح الأرض، وهو أعمق مما قد يكون متوقعاً عادة في المنطقة. ارتفعت القيمة التسويقية للمغربي إسماعيل الصيباري من 5 ملايين أورو إلى 10 ملايين أورو بعد تألقه هذا الموسم مع فريقه بي إس في إيندهوفن الهولندي حسب موقع ترانسفير ماركت. حصدت الفنانة والمغربية سناء عكرو جائزة أحسن فيلم وجائزة أحسن تشخيص عن دورها في فيلم نيوبيا خلال المهرجان الدولي للفيلم الأمازيغي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.